شغال يا وحش ابدا. وصل رسومات ايكيا وسط فرع السجاد. سجاد الايكيا وصل في فرع السجاد. شغال يا وحش. قال لك اللي مشارك اللايف معانا كسبان. كله يكتب تم. بقال لي سعر في مصر. اوبا. تعور الارض يا فنان. سعرها ما يتعوضش. مقاس الاثنين في 3 و160 وصل. قال لك اللي مشارك اللايف كسبان. بقال لي سعر في مصر. الناس كلها تيجي تتفرج وتشوف رسومات ايكيا. تخلي بيت السرايا. بكام يا وحش؟ شغال. قال لك اللي مشارك اللايف كسبان. كله يكتب تم كسبان معانا. اوبا تعور الارض يا فنان. كله يكتب تم. كله يكتب تم معانا كسبان. السجاده دي الناس بتبيعها ب 1200 و1300. بكره العرض بتاعها بكام؟ بكام يا وحش؟ ب 900 جنيه بس. دمر. 2 في 3 ب 900 جنيه. 900 جنيه بس. السجاده 2 في 3 ب 900 جنيه. كله يكتب اللايف تم. كله يكتب في اللايف تم وشارك اللايف كسبان معانا. اوبا. كله يكتب في اللايف تم 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 كسبان معانا. قال لك ب 900 جنيه. سجاده 2 في 3 ب 900 جنيه. كل يشارك اللايف ويكتب تم كسبان معانا سجاده 2 في 3. لسه في عروض العروسه. معانا عرض العروسه. عرض حكايه وروايه. عرض الدمار. رسومات خاصه للعروسه فقط. بكام يا وحش؟ 900 جنيه. قال لك ب 900 جنيه. 900 جنيه 2 في 3. 2 في 3 عن كوبا انديس رسومات ايكيا. جت تاني بره ب 1400 و1500 في قلب مصنع النساجون ومحلات النساجون. خش هنا عن كوبا انديس ب 900 جنيه للتنين. ب 900 جنيه بس. اتفرج معايا على الرسومات وهرب لك على الخامه كده. قرب عليا تعالى. ماشي على حرير يا وحش. على ماشي حرير. على ميه. بص 900 جنيه بس. الحاجات كلها 2 في 3 ب 900 جنيه. اجدد الرسومات سجاده 2 في 3 ب 900 جنيه بس داخل فرع السجاد. موجوده في فرع السجاد. ماشي. كل اللي نفسك فيها هتلاقيه هنا عند كوكو انديس. عشان النهارده ايه؟ الشركه عامله لنا 10 اشخاص هيكسبوا معانا السجاد. 10 اشخاص هيكسبوا معانا السجاد. دمر يا عم ماركو. العرض بعد كده خش عليه. وريني العرض. السجاده الكحلي والنبيت والنبيت دي. ده العرض الثاني. السجاده الحرير. ده غير عرض العروسه ده. الخامه الحرير. بكام السجاده دي؟ بكام يا وحش؟ ب 1000 جنيه. 1000 جنيه. دمر. دمر يا وحش. رسومات البرزاتشي الناس طلبت بتنزل في الخامات العاليه بس. جبنا لك الخامات الوسط والخامات البسيطه. تعال بص عليها اتفرج عليها عن كوكا اند اس ب 1000 جنيه بس. فرج الناس يا وحش وافرج. رسومات البرزاتشي الجديده. دمار. دمار الدمار. بص رسومات عظمه. زون بس. تعال قرب على السجاده. ده ملمس حرير كله. كله حرير في حرير يا وحش. ده تركي مش مصري. تركي. الاثنين في 3 ب 1000 جنيه. السجاد التركي الاثنين في 3 ب 1000 جنيه بره ب 3000 جنيه عند كوكو اند اس بس. تشكيلة انواع النبتيات والبنيات. قال لك اللي مشارك اللايف كسبان. اوبا. الوان يا باشا جمدان. كل اللي انتوا شفتوه ده حتى رسومات الايكيا جايب المشايات. عرض 60 80 متر متر و20 متر ونص. طب بكام عليها يا وحش دلوقتي؟ تعالى كده قرب عليا. قرب بص. اللون النبيتي ده افرد يا وحش. بص درجات الالوان. يا لهوي يا جدعان. تعالى كده بص. شايف؟ دمار. بتنور الارض. بتنور الارض يا كبير. تعالى بقى الكشمير في الماضي. الحاجات دي كلها فرجني يا كبير. كوكا اند اس بنص السعر حرفيا. بنص السعر بس. تعالى كده. قال لك السجاد ب 900 وب 1000 جنيه داخل فرع السجاد بس. دمر يا وحش دمر. بص الالوان والجمدان. هتلاقي الكلاسيك موجود. هتلاقي المودرن برضه موجود. قال لك اللي مشارك اللايف كسبان كسبان كسبان. تعالى كده اقرب عليا بس تشوف بس مين الكسبان. نكسب الناس شويه. في اتنين معانا كسبانين يا وحش. تعالى كده اقرب عليا. اتنين معانا كسبانين. كل اللي يخش يكتب تم ويعمل شير كسبان يا باشا كسبان. كل اللي يخش يعمل شير دلوقتي كسبان. كل اللي يخش يعمل لايك وشير دلوقتي كسبان يا باشا. شير يعملوا بابليك عشان نشوفه. ابعت لي سكرين. شغال. هيكسب سجاده 2 في 3. قال لك داخل فرع السجاد بس. سجاده 2 في 3 ب 1900 يا وحش. شغال. شغال يا وحش. تعالى كده اقرب عليا. المقاس الوسط بقى. دمر. خش لي في المقاس الوسط. بص كده رسومات الايكيا برضه. خش لي في الرسومات. جايبين لك منها المشات بتاعتها عرض متر عرض 60 عرض 80 عرض متر
عرضته 20 متاع. هتيجي بكره تتفرج عليها ونكمل لك بقى اللايف بقى على المشايات، هتشوفي بقى ايه المعروض المعمول على المشايات. جميع المقاسات وجميع الالوان متاحه في فرع السجاد. السجاد ده 160 في 2 متر 20. اللي هي بتكلموا في 1100 و1200 بكام عند فوق؟ بكام يا وحش؟ ب 600 جنيه. مفاجأة دي. ب 600 جنيه. تعالى الحافظة دلوقتي في أقل سعر حافظة موجود ب 500 و600. ده اديكي سجادة أيكيا ب 600 جنيه. بس. تعالى كده دمر يا وحش. بص الخامة، بص ظهر السجادة. دمار. عند كوكو أندس بس. كوكو أندس ب 600 جنيه. ب 600 جنيه، ب 600 جنيه. مقاس الوسط ال 160 في 2 متر 20. 160 في 2 متر 20. كله ب 600 يا وحش. رسومات دمار، عرض دمار. عروض العروسة بكرة داخل فرع السجاد دمار. بص اختها افرد يا وحش. كل دي رسومات ايكيا على الرصاص اهو. كل الايكيا ده باسعار خيالية داخل فرع السجاد. ايه الاشجار الجميلة دي؟ كله داخل فرع السجاد. قال لك اللي مشارك اللايف دلوقتي كسبان كسبان كسبان، كله يكتب تم. لسه هنبيع لك سجاده كليرك حرير دلوقتي شغل النساجون الشرقيون بنص السعر. كل ده بنص السعر. خش على الحرير. وريني الحرير. هوبا. 2 متر 20. الالوان دي داخل فرع السجاد بس. الرسومات والاشكال دي داخل فرع السجاد بس. على كده؟ وريني يا باشا. فرع السجاد هو الفرع الوحيد لكوكو هندسه، عنوانه الوراق ملف السيما. بجوار كشري المجنون هو الفرع الوحيد لكوكو هندسه. يبقى الوراق ملف السيما بجوار كشري المجنون محلها كوكو هندسه فرع السجاد. دمر يا وحش على الجمدان. بس تتفرج انت عاجبها السجاده تاخدها سكرين شوت وتيجي بيها بكره. السجاده دي 650 جنيه. 650 جنيه. 600. كل العروض والاسعار دي مفاجات داخل فرع السجاد، مش هتلاقوها بره تاني. كل ده داخل فرع السجاد. نزل يا باشا. عاوزك بس تقرب لي على الخامه كده يا باشا. سجاده نظيفه ماشي، ما بيعلكش حاجه اي كلام. رمضان يا باشا. افرد يا وحش. خش معاكم على العرض الثاني، مستوى اعلى شويه للعرايس اللي عايزه خامات اعلى شويه. مقاس الاثنين في ثلاثه. عرض العروسه يا باشا. ده ميكس ما بين النساجون الشرقيون وما بين التركي. مقاس الاثنين في ثلاثه. قال لك ميكس. سجاده 2000 ونص، ب 2000 ونص بره، ب 2000 ونص. شوف كوكو هيبيعها لك بكام بكره. بكام يا باشا؟ انت في عرض السجاد الحرير ده العرايس اللي بتطلبه، العرايس بتطلب حاجه نظيفه. عرض العروسه. الحاجات دي موجوده عند كوكو هندسه بس. مفاجات كوكو هندسه، افرد يا وحش. وريني المفاجات. نعمل لك العرض على الترندات على احدث اشكال في السوق. كل اللي يناسب ذوقك، كل اللي يناسب بيتك هتلاقيه داخل فرع السجاد وبس. سجاده عاديه ب 400 500 جنيه. نقول لك تعالى اتفرج على الايه؟ على الحاجات ده. بنجيب لك انضف حاجه وبنعمل لك عليها عرض. كل العروض داخل فرع السجاد. المحترم في وسط العروض. بص كده. عروض العروسه بكره في فرع السجاد دمار. تعالى كده قرب عليا. قرب كده بص كده. افرد يا وحش. بص الاشكال. اوبا الاشكال. حكايتك حكايه وروايه يا عم ماركو. افرد يا وحش افرد. افرد يا وحش. بص. انا جيت اهو. اوبا على الجمال. قرب لي على الخامه. هات التيكت بتاعها. حكايتك حكايه وروايه. بص. وريني التيكت. النساجون الشرقيون. النساجون الشرقيون. اسمها قدام اسمها روزا. روزا. اسال عليها في النساجون بكام؟ وعند كوكو هندسه بكام؟ اسعار خياليه يا باشا طبعا. مفيش حاجه نخبيها. مفيش مقارنه يا باشا طبعا. خامتها من مصنع ايه؟ وتروح قبل ما تيجي على الفرع تسال عليها بره بكام؟ اسعار مفاجآت داخل فرع السجاد. تعالى كده الكلاسيكيات بقى يا وحش. افرد الكلاسيك يا باشا. الحاجات الكلاسيك العاليه عاملين لك عليها عروض. ما بنهداش. ده في عرض بكره. عرض العرايس بكره الجمدان ده يا جدعان. بكام يا وحش؟ 1540 جنيه. الله يبارك لك. الاثنين في الدرجه بقى 540. الله يبارك لك. اقسم بالله 2200 و2000 ونص بره. 700 جنيه هديه مننا للزبون كوكو هندسه. كوكو هندسه بيدمر يا جدعان. 1540 جنيه. وريني يا وحش. الاثنين في الدرجه مفيش الاسعار دي. مفيش الاسعار دي. اسعار خياليه. مفيش سجاله 2 في الدرجه ب 1540. اسعار مفاجآت داخل فرع السجاد. 2000 و2200. ده اديك الحرير بسعر الشعب اتفرجي. افرد يا وحش. دمر وحش. كل ده عروض العروسه داخل فرع السجاد يا جماعه. كل يعمل شير ويكتب تم كسبان معانا سجاده 2 في 3. انا عاوز الناس تبص على الخامه والله. تعالى كده قرب عليا بص على الخامه. دمار. السجاده عامله ازاي؟ بص قطن يا باشا. ورا ارضيه قطن. خامه من الخامات العاليه.
الحاجات دي كلها موجوده على كوبا هندس. داخل فرع السجاد. العروسه هتيجي هنا موفره فلوس. كوكو هندس الوراق ملف السيما بجوار كشري المجنون محلها كوكو هندس فرع السجاد. يا جدع 3000 و4000 بنص السعر على كوبا هندس. مقاسم 160 في 220 بكام؟ بكام يا وحش؟ قول لكم السعر وبعدين نعرف. قول يا وحش 1000 جنيه. 1000 جنيه لكل عروسه. ضايع يا وحش. بص انا عاوز بس تجيب التيكت. هنبيع من غير ترجيع يا وحش. وريني التيكت. نساجون الشافيون. امجاد. اسمها امجاد. امجاد. سعرها بره بكام؟ بكام يا وحش؟ السجاده موجود. عندنا هنا بكام؟ عندنا هنا بكام؟ ألف جنيه. بره ب 1400 و 1500. عندنا هنا ب 1000 جنيه بس. ضايع يا وحش. بص كده الاشكال. بص الرسومات. وريني يا باشا. ارماديو يا باشا. قال لك حكايتك روايه روايه. كله يكتب تم. وكل اللي يقول لك حاجه فيها فرز تاني فرز ثالث فيها غلطه كل سجادنا فرز اول. احنا فرز اول بس. اي حد يقول اي اي كلمه غير كده فرز اول. فرع السجاد ملف السيما نمبر 1. نمبر 1 يا باشا مفيش تقليل. مفيش مقارنه. 500 نفر بيتفرجوا معانا على اللايف. كله يشارك كله يشارك عشان يكسب الناس. كله يشارك ويعمل لايكات وشير هيكسب معانا سجاده 2 في 3 يا وحش. افرد. مبروك. يلا. شارك بابليك. عم عم ماركو كسب واحدة دلوقتي الله مبروك يبقى مبروك عليكي. مبروك عليك السجادة. ارماديو. ارماديو يا وحش. النساجون الشرقيون. فقط لا غير. نمبر 1. افرد يا وحش. اغرابي على الجمادات. بص كده. اغرابي على الالوان. الجديدة والاشكال الجديدة بنعمل لك عرض رايق. بنعمل لك عرض رايق ومحترم. بنعمل لك عزمات العالية عروض. الكلام ده مش موجود بره. يجيب لك السجاده الشعبي ب 400 500 جنيه ودعها وجيب لي في السجاد العالي بيرفع لك اسعاره. مفيش الكلام ده على كوكو هندس. مفيش الكلام ده غير عند كوكو هندس بس. 1000 جنيه السجاده. 1000 جنيه يلا اتدمر يا وحش يا خرب بيت الجمدان. 1000 جنيه 1000 جنيه عروض العروسه بكره ب 1000 جنيه. جميع الاشكال وجميع الاذواق والكلاسيك. موجود الكلاسيك اهو. وحش يا وحش دمر. سكرين شوت هتعرفيها موجوده في الفرع. كل الجمدان ده داخل فرع الوراق ملف في السيما. حاجاتنا فرز اول ومفيش مقارنه. كله فرز اول. شايفين يا جماعه جمدان. بص الالوان. بص المنت جرين. وحلاوه المنت جرين. بصوا كل اللي شارك اللايف دلوقتي يعمل تم يكتب تم ويعمل شير. وكسبان سجاره 2 في 3. 2625 بكره الثلاث عليها خصم 300 جنيه. 2325. 2325 الله يبارك لك. الله يبارك لك. ده بكره عليها خصم 300 جنيه. اي سجاد عجبكوا اعملوا سكرين شوت وابعتها لي على الصفحه. اسبوع العرايس يا وحش. والف مبروك للعروسين وبكره عروسين. بكره ب 2400 جنيه. 2400 بيضحي. بيضحي. وريني الفرزاتشو جمال الفرزاتشو. يا لهو دمر دمر. بص الرسومات الحاجات دي بتلاقي اسمها فيها ارقام خرافيه. بس بالله. عند كوكو كام؟ انا واحد ماشي في معارض بسمع ارقام خرافيه. هنا بكام؟ ماشيه ازاي؟ ب 4000 و5000 جنيه. فاجئ الناس. قول لهم هنا بكام؟ بنص السعر. قال لك هنا بنص السعر. بص طبعا احنا بنعمل رسومات وعروض على احدث اشكال. مفيش حاجه اسمها ان نجيب لك خصم زي ما احنا قلنا على سجاد شعبي. لا. سجاد الحراير عليه خصومات. هتيجي عند كوكو هندس لو واخده فاتوره ب 5000 جنيه بره هتجيبها ب 7 ب 8 ب 10000 جنيه بره جايبها ب 17. نص السعر بالظبط. نص السعر بالظبط. شارك اللايف يا لهو على الجمدان. حكايتك حكايه روايه يا لهو. بنص السعر. تعالى كده قرب عليا جمدان يا لهو. يا لهو على الرسومات والجمدان. اعمل سكرين شوت. بس يا باشا ركز معايا. وقال لك اللي مشارك اللايف كسبان. مثلا بكام؟ بكام؟ لو جت خدت من هنا مثلا ب 10000 ب 15 بره، خدت ب 4 7 بره. نص السعر على طول. بره وجمعي بيعتك وتعالى عند كوكو وفرت. عند كوكو وفرت لك كام؟ 3000 و4000. نمبر 1 الله يبارك لك. نص من نص 50%. الله يبارك لك. مفاجآت داخل فرع السجاد. عم ماركو بيقول اكسب واحد دلوقتي. الله يبارك لك. وريني يا عم مينا. مبروك يا وحش. تعالى كده يا باشا الاستاند ده برضه. وريني يا وحش. خش. بص على اوبا على المنت جرين وحلاوه المنت جرين. كل اللي عايزاه اعمل سكرين شوت وابعته لي على الصفحه. في السريع كده اشكال ضخمه. تشكيله ضخمه يا وحش. بص. جمدان يا وحش. سكرين شوت سكرين شوت وشارك اللايف واللي مشارك اللايف كسبان. اثبت على الجمدان ده. جمدان. اثبت على الجمدان ده يا وحش. قلب قلب. قال لك اللي مشارك اللايف كسبان حالا حالا. حالا. مودرن وكلاسيك. جمدان. بس تركي. تعالى كده
خامه، شوف الغزل بتاعها، مفيش خامه اجمد من كده يا وحش. الحاجات دي موجوده بره بارقام اقسم بالله. على كده ورينا يا وحش، انا جاي لك اهو. دي المشايه عرض كام ده؟ عرض كام ده؟ عرض 120. كل ده عرض 120. عرض 120 ب 25 متر، عايزه متر، نص متر، 2 متر، موجود والسنكله علينا. تعالى كده بيضحي كمان. ده مش موجود عند اي حد، نجيب منه توب في المحل يبقى بطل. بص ان التشكيله بتاعتنا تشكيله كامله متر ونص اهي. كل ده عند كوكو اند اس بس. متر ونص، متر ونص. مفاجآت وعروض داخل فرع السجاد. وموجود الغالي وموجود الرخيص، كل حاجه موجوده. تعالى نرجع السجاد الناحيه الثانيه. يلا يا باشا، اللي مشارك اللايف دلوقتي كسبان، يكتب تم، يكتب تم، يكتب تم. في اربعه كسبانين معانا، اربعه كسبانين معانا، اربعه اربعه، اتنين في ثلاثه. الله يبارك لك يا وحش، الله يبارك لك. رسومات الايكيا لسه واصله، كل ده جمدان. هتيجي تاخد السجاده والمشايه بتاعتك وشبابها موجود ماشي. افرش السجاده بتاعت الصاله والطرق اللي جنبيها، عاوز المشايه نفس الشكل، هو موجود عند توتو اندس موجود. يعني السجاده بالمشايه بتاعتها نفس الشكل الايكيا. السجاده الاثنين في ثلاثه اللي احنا فردناها. بص 160 جنيه المتر. 160 جنيه، 160 جنيه مخصوص للعرايس وبس. مفيش اسعار دي اصلا، العرايس وبس. كوكو انديس فرع السجاد بيضحي وبيدمر، بيضحي وبيدمر داخل فرع السجاد. كل ده موجود في فرع السجاد بس. لو طاقم من المشات تحت، اتفرج على شويه مشات حلايب بقى موجودين عند كوكو انديس، خصومات عليهم ما حصلتش. خصومات داخل فرع السجاد، وريني يا وحش. كل ده عشان خاطر العرايس. كل الحاجات دي كلها عليها خصم بكره الثلاث 30 جنيه في المتر. الله يبارك لك، الله يبارك لك. مشيات المتر ب 700 و 800 عند كوكو انديس كام؟ كام؟ اقسم بالله بنص السعر. بنص السعر. كل ده عشان العرايس، كوكو انديس بتاع الغلابه. اللي عاوز فرجاتش بيدفع فيه 1000 جنيه و800 جنيه في المتر، بقول عند كوكو انديس بنص السعر واقل من نص كمان. بنص السعر. بنص السعر يا وحش. قال لك اللي مشارك اللايف دلوقتي كسبان، اعمل لايك ومشاركه هتكسب سجاده 2 في 3. شغال شغال يا وحش، شغال. تعالى كده قرب عليا، بص شوف الاشكال. يلا مبروك، مبروك، كسبت واحدة. شوف الرسومات، تعالى يا صفوة. بص قال لك رسومات حكاية ورواية، كل بيت. تعالى كده بص شوف الرسومات يا وحش، هتناسب كل بيت. والخامات العالية بقى موجودة عند كوكو اندس بقى. بص بص افرد افرد يا وحش، افرد. كل الاشكال والجمدان ده داخل فرع السجاد بس. داخل فرع السجاد بس. اوبا جمدان، الوان حكايه ورواية. 80 جنيه في المحل لحد 500 جنيه، لحد 500 جنيه اساسا بره ب 1000 جنيه. الله يبارك لك، الله يبارك لك. من بيع بنص السعر. بكره تعالوا، بكره بقى اخر حاجه نقولها لك في اللايف، الزبونه اللي هتاخد ب 2000 ونص ليها سجاده هديه. الله يبارك لك. 160 ب 2 متر 20. الله يبارك لك. اللي هتاخد ب 5000 ليها سجاده 2 في 3. الله يبارك لك. تدفعها عليها 50 جنيه بس وتستلميها. العنوان العنوان يا وحش. الورقه ملف السيما بجوار كشري المجنون. العنوان الوحيد لكوكو. ملف السيما بجوار كشري المجنون. مفيش فروع ثانيه بقى، الفروع كلها حافظات. ده فرع السجاد الوحيد. شغال شغال يا وحش. كوكو اندست. على خير. سلام.